يقبل الملايين في إيران على الألعاب الإلكترونية، لكنهم يضطرون يومياً للتحايل على صعوبات تفرضها العقوبات الاقتصادية الأمريكية لئلا يحرموا من مزاولة هذه الهواية. وعلى رغم أن العقوبات لا تطال قطاع الألعاب الإلكترونية مباشرة، إلا أن الشركات العاملة في هذا القطاع تتفادى تقديم خدمات للإيرانيين خشية تعرضها لإجراءات عقابية أمريكية. ایران چون جزء کشورهای تحریمه و نمیشه یه سری اکانت‌ها رو ما ثبت نام کنیم و مستقیم داشته باشیمشون، نمیتونیم یه سری اکانت‌ها رو داشته باشیم. لكن أجهزة الألعاب لا تزال تجد طريقها إلى السوق المحلية، وفي متاجر قرب ساحة الإمام الخميني في وسط طهران تعرض على الرفوف نسخ من أجهزة حديثة وأقراص مدمجة لألعاب مختلفة، ويمكن العثور بينها على أجهزة بلاي ستيشن 5 من شركة سوني وإكس بوكس سيريز إكس من مايكروسوفت، علما بأنه يصعب إيجاد الجهازين اللذين أطلقا في أواخر العام 2020 في الأسواق العالمية نظرا لتأثير كوفيد-19 على سرعة توريدهما بكميات كافية. وقد تصل كلفة شراء قرص مدمج للعبة إلكترونية في إيران إلى 60 دولارا أو أكثر بحسب اللعبة والإقبال عليها. برای خود من اینکه کارم اینجاست، من الان میخوام بازی 2021 رو بگیرم، فیفاشو بخوام بگیرم، 1800 زور داره برام. یا برای بازی 5شو بخوام بگیرم 2800 زور داره. میام اکانتشو میریزم، دقیقا نصف قیمتم پایینتر برام در میاد. چرا بیام بالاتر بدم؟ همون کیفیت و همون لذت رو دارم میبرم. ومنعت شركات عملاقة في مجال الألعاب الإلكترونية مثل مايكروسوفت وإيبيك جيمز ورايوت جيمز الإيرانيين من استعمال خدماتها من دون تقديم أي تفسير، وكل هذه العوامل مضافة إلى الرقابة القائمة على خدمات الإنترنت في إيران تجعل من خيارات اللاعبين محدودة.